في 1989 تغير شكل العالم للأبد واخترع تيم بيرنرز-لي شبكة الويب العالمية أو زي ما نحن دائماً بنسميها WWW. والآن بعد 32 سنة راح ينبع ملف تعليمات برمجية للويب. طبعاً هذا كتبه برضو تيم بيرنرز-لي بنفسه في مزاد، وحيبدأ سعره $1,000 وراح يقام ما بين 22 ل 23 من هذا الشهر تحديداً. اللي متابع لموضة المزادات هذه اليومين بيعرف أنه شعبية مزادات الـ NFT متزايدة، وبالتالي أنه راح ينبع على شكل NFT، يعني رمز غير قابل للاستبدال، وهو شكل من أشكال الأصول الرقمية. وعلى فكرة المزايدة ترى ما راح تصير بس على كود الـ WWW، لكن اللي حيفوز بالمزايدة كمان حياخد كمان مع رسالة مكتوبة بن بيرنرز-لي نفسه، فيديو صامت لمدة 30 دقيقة بيصور كيفية كتابة التعليمات البرمجية، أو يعني أنه كيف يستخدم التعليمات هذه.